السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي السائقين الشافعي يحييكم من النقطة الحدودية للقارات في اتجاه إفريقيا إن شاء الله، مبرزا لكم بعض المقالح التي ووعد والإكراهات التي يعاني منها السائق المهني. معنا الآن السائق الكبير ومغار يحكي لنا واقعة قد وقعت له في النقطة الحدودية. السائق الكبير ومغار، تفضل أخويا. مشكور، تحياتي. هذا ومغار الكبير السائق، انا اللي تعرضوا لي هذا البوليزاريو، تعرضوا لي بكوا عليا بالشتم وكيسبوا وكيشتموا على حسب هاد الخريطه المغربيه. هي هنا من طنجه للقويره، وتلقاو لي قال لي خصك تحيد هاد الخريطه، بقى كيسب فيا وهذا الى اخره، ما بغيتش نحيدها. جا عنده صاحبه قال لي خليه تيدور مورا التل، يعني تيدور مورا هاد الجبل. شوف العالم الله اش بغى يديروا تما، بغى يجلسوني ولا الله اعلم. انا من جهه عندي ما بغيتش نزيد، قال لي تعطيني الباسبور ديالك، ما بغيتش نعطيه. جابوا ياخذوا عندي الصحه، هربت لهم، جيت لعند خليت الكاميو تما وجيت عند الدرك الحربي المغربي، كنستشهد عندهم، صوروني وخذوا الاقوال ديالي. ومن بعد من رجعت للكاميو باش نزيد نكمل الطريق، جا عندي قال لي الخريطه تحيدها، قلت له حيدتيها من تما، ما تحيداش من هنا، حنا مغاربه والصحراء مغربيه وعشاء الملك. ما خلانيش باش نكمل الطريق، رجعت ردوني، شفتو عليا السلاح وردوني، ورجعت هنايا للحدود ديال الكركارات، خداو تاني الاقوال ديالي وصوروني الى اخره. ومن بعد مع العشيه كمل الطريق، راه صحاب الميناء السوق يصوروا النيت وكلشي، ولا المغاربه ديالنا ديال الدرك الحربي وهذا تلقاو ليا عاوتاني تما، هما سبعه هازين السلاح، قالوا لي غترجع، قالوا لي ولي ثلاثه المرات، بل الا ما رجعتيش راه غادي نضربو. هذا ما كان، انا خفت ورجعت بحالتي، وهذا ما كان. ودابا على حسب هذه الخريطه، هذه ها هي انا كتشوفوها، عليها اللي قال لك حيدها، وهذه الخريطه حنا ما نحيدوهاش، حنا مغاربه والصحراء مغربيه وعاش محمد السادس، والله ياخذ فيهم الحق. هذا ما كان. السلام عليكم.